وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المجزرة التي وقعت في قرية تشيايلا في ديالا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله أخي الكريم ومشاهدي قناة الرافدين والإقامة. حياكم الله. حملتم في بيانكم بشأن المجزرة التي وقعت في قرية تشيايلا في ديالا الحكومة ببغداد المسؤولية الكاملة، لماذا؟ حقيقة مجزرة ديالا التي راح ضحيتها اليوم 9 قتلى و10 جرحى جريمة بشعة بكل المقاييس. نعم. جريمة ترتكبها عناصر ميليشياوية في وضح النهار وأمام أنظار ومسمع القوات الحكومية وعلى بعد عشرات الأمتار من القوات الحكومية، وتختطف هذه الميليشيات شخص ثم تعذبه وتقتله وتمثل في جثته والقوات الحكومية لا تحرك ساكنة. هذا يعني أن هذه القوات متواطعة مع المجرمين، والحكومة لكي تبرر هذه الجريمة وتهون من بشاعتها تحاول تمويه الدوافع وتروج على أنها هذه الجريمة ارتكبت بدوافع خلافات عشائرية، والحقيقة غير ذلك، لأنها تعلم جيدا أن الدوافع هي طائفية ولكن ليست مباشرة، بمعنى أن الميليشيات أصبحت تستخدم عناصر من أبناء العشائر لتضرب بعضهم ببعض، وهي تتفرج وتنظر إلى هذه الجرائم وتحقق أهدافها. الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن عدم حماية الناس وعدم محاسبة المجرم والقاتل، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها العشائر السنية في ديالة، والحكومة هي تتستر على المجرمين، فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة مع المجرم. ولا ننسى أن ميليشيا الحشد هي أداة إجرامية بيد الأحزاب الطائفية، والحكومة هي من شرعت لهذه الميليشيات قوانين، فإذا هي مسؤولة أولا وآخرا عن كل ما يتعرض له العراقيون. هذه المجزرة تأتي مكملة لسلسلة من المذابح التي شهدتها محافظة ديالا منذ عام 2003. لماذا كانت الحصة الأكبر من المجازر لهذه المحافظة بالذات؟ حقيقة هي ليست أول محافظة يستهدف فيها العراقيون، قبلها البصرة استهدفت والناصرية استهدفت وأهل الأنبار استهدفوا ونينوى استهدفت، كل محافظات العراق استهدف أهلها لأنهم يرفضون الاحتلال ويرفضون التدخل الإيراني ويرفضون كل مشاريع تدمير العراق. محافظة ديالى نعم لها خصوصية، تعرض أهلها إلى تهجير طائفي وارتكبت بحقها أو ارتكبت الميليشيات وأحزاب السلطة الطائفية مجازر بحق أهل ديالى، ولم تتوقف هذه المجازر، والمسؤول الأول عن هذه المجازر هي الحكومات بعد الاحتلال منذ 2003 والميليشيات. ديالى هي هدف إيراني منذ الاحتلال منذ 2003، ولذلك يتم تهجير عشرات القرى، وتسعى إيران بكل قوة أن يكون لها طريق بري مؤمن بالكامل من حدودها مرورا بالعراق من جهة ديالى وصولا إلى سوريا. هذا الطريق تريده إيران أن يكون خالصا للحرس الثوري الإيراني، وهي لا تريد أن تأتي بالشيعة لكي تسكنهم هذه المناطق أبدا، وإنما تريد سيطرة الميليشيات عليها والحرس الثوري الإيراني خصوصا. ولذلك هناك حملة مسمومة قذرة تقوم بها هذه الميليشيات لتهجير الناس بعدة وسائل، ومنها ارتكاب المجازر وترهيب الناس وإشعارهم بالخوف حتى يفكروا بالهجرة. فالقضية هي في إطار التهجير الطائفي خدمة لإيران ومشروعها في المنطقة، ومرورا بما يسمى بطريق الحرير وطريق المؤمن من إيران مرورا بالعراق إلى سوريا. ماذا يعني أن ترتكب مجزرة بهذه الوحشية في وضح النهار وأمام أنظار القوات الحكومية؟ هذا يعني أن المجرمين لهم ارتباطات وثيقة مع الحكومة، أن المجرمين متيقنين أن لا هناك محاسبة على جرائمهم، لن يمكن أن يحالوا إلى القضاء وإلى المحاسبة، لأنهم يأملون الإفلات من العقاب، والإفلات من العقاب هو الطريق إلى ارتكاب جريمة وجرائم أخرى. نعم هي جريمة ومجزرة بشعة تستوجب القصاص ممن ارتكب هذه الجريمة، ولكن الحكومة متواطئة في هذه الجريمة، ولذلك لن تكون هناك محاكمات المجرمين، وستستمر المجازر كما مررت مجازر قبلها دون حساب. عشرات المجازر في ديالى
لم يحاسب فيها المجرم إلى الآن، ومع أنها مرت عليها أكثر من 7 سنوات ومنها 2 سنين ومنها 3 سنوات، إلى الآن لم يحاكم شخص واحد على جرائمه بحق أهل ديال. قلتم في بيانكم أن إرهاب الميليشيات المتواصل يسعى إلى تفتيت الأواصر القبلية وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة وغيرها، كيف يعني من الممكن أن تؤثر هذه المجازر المتكررة في مناطق بعينها في العراق على النسيج الاجتماعي للبلاد؟ يعني للأسف هناك مشاريع خبيثة تقوم بها الحكومة والميليشيات، كل مجزرة تستخدم فيها أو تستخدم فيها أحزاب السلطة والحكومة والميليشيات العشائر لتضرب بعضها ببعض. كانت سابقا هي تقوم بهذه الجرائم وهذه المجازر مباشرة، أما اليوم نحن نرى عشيرتين وقبلها أيضا في قرى نهر ديالة عشيرتين تضرب بعضها بعضا بدوافع ميليشياوية، الميليشيا تحرك والميليشيا تحمي المجرمين والميليشيا تؤمن طريق الخروج لهؤلاء المجرمين الذين يرتكبون المجازر من عن طريق ضرب بعض العشائر ببعضها. هذا يعني أن هناك تمزيق متعمد للمجتمع. كل خطط الحكومة وأحزاب السلطة منذ 2003 هو نشر الطائفية بين أبناء المجتمع العراقي حتى يستمرون في حكمهم، لأن هؤلاء لا يمكن أن يحكموا العراق إلا بتمزيق مجتمع العراق بضرب بعضه ببعضا، لأنهم يريدون سرقة خيرات العراق، يريدون سرقة ثروات العراق، يريدون أن يستمروا في الحكم، وهم لا يستطيعون أن يقدموا شيء للعراق لأنهم دمروا العراق، لا صحة ولا تعليم ولا اقتصاد ولا شيء يذكر في العراق، لأنهم مستمرون في تطبيق مشروع تدمير العراق الذي جاءت به أمريكا وتنفذه إيران. ولذلك هذه الأحزاب لم تنجح إلا بزرع الطائفية والفتنة بين أبناء العراق، بين أبناء العراق، ولذلك هم لا يملكون شيئا إلا من خلال تمزيق المجتمع من خلال ارتكاب المجازر وزرع الفتنة بين الشعب العراقي. مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، كنت معنا في جولة العراق اليوم، شكرا جزيلا لك.